بعد مواسم اتسمت بندرة المياه نتيجة ضعف التساقطات المطرية، سد المنصور الذهبي يسجل ارتفاعا مهما في نسبة الماء مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة كان لها وقع إيجابي على الحقينة المائية للسد والتي وصلت إلى نسبة 26%. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل ما مجموعه 8 مليون متر مكعب بالسدين بجوج، وهي هذا 8 مليون هي يعني الحاجيات السنوية للمدينة ديال الورزات فيما يخص الماء الصالح للشرب. الآن إلى حدود اليوم تنتوفر على واحد الحجم إجمالي ديال 196 مليون متر مكعب في السدود بجوج. 8 ملايين متر مكعب فقط خلال 24 ساعة هي الكمية المسجلة بكل من سد يعقوب المنصور وسد السلطان مولاي علي الشريف، أرقام تبرز أهمية الواردة المائية بفعل التساقطات الثلجية الأخيرة. سد السلطان مولاي علي الشريف عرف واحد التطور ملحوظ في المستوى ديالو، حيث يعني انتقلت نسبة ملء السد من 18% إلى نسبة 30%، يعني بزيادة ديال واحد الحجم ديال 33 مليون متر مكعب. يعني هذا المنسوب هذا يعني سيمكن يعني من ضمان يعني تزود مدينة ورزات والجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب، وكذا سقي واحد المساحة ديال 1600 هكتار على مستوى سافل ديال السد. وبعد أن شهدت مختلف السدود المتواجدة بإقليم ورزازات انخفاضا إلى أدنى المستويات، اليوم تحسن كبير عرفته هذه المنشآت المائية سينعكس إيجابا على مستوى المخزون المائي والمياه الباطنية، إضافة إلى الدور الهام في المساهمة في سقي مساحة مزروعة تصل إلى 26,700 هكتار.